طيب المحاضرة الماضية بدينا باللانجوج موديل، لانجوج موديلز، وحكينا انه الوظيفة الأساسية تبعتها انه بتحدد انه string للانجوج معينة قديش انه السترينج هذا good او قديش انه هو fluent او قديش انه هو فصيح، تمام. وحكينا انه انا في عندي الانجرام لانجوج موديل، فبالتالي بيكون في عندي هنا string of words مكون من عدة كلمات طبعا بسيكونس معين. بدي احسب البي دبليو، الدبليو هذا هو المتغير اللي مكون من سلسلة من الكلمات، تمام. و والبي دبليو هاي ممكن انا احسبها من خلال التشين رول بهذا الشكل، انه انا عندي بي دبليو 1 ما فيش شيء قبليها شيء، دبليو 2 جيفن دبليو 1 تمام، دبليو 3 جيفن 1 و2 وهكذا لغايه بي دبليو ان، اخر كلمه هي عباره عن البروبابيليتي تبعتها جيفن ذات دبليو 1 2 3 لغايه دبليو ان ماينس 1 الكلمه ما قبل الأخيرة، تمام. والماركوف تشين أنه بحاول أنه هو يستخدم هذا الكلام، طبعا هو بيضله assumption، احنا ذكرنا هذا الكلام وحكى أنه فقط الـ previous history هو اللي بيأثر في الموضوع، بيضله assumption لأنه مش صحيح 100% لأنه السياق أنا عندي قبل وبعد، والـ history هذا بده يعمله limit لـ k من الـ words، تمام. فبالتالي هذا بيؤدي الى انه يكون في عندي الكيث اوردر ماركوف موديل، في حال انه كان عندي 2 جرامز فحيكون بي دبليو 1 لوحدها لانه ما فيش قبلها شيء، بي 2 جيفن دبليو 1، 3 جيفن دبليو 2 وهكذا. خلص انا عملت يعني هنا اخذت كل الهيستوري، شايفين 1 2 given 1 3 given 1 و2 لغاية الان 1 2 3 4 لغاية n minus 1 اللي هي ما قبل الأخيرة، هذا كل الهيستوري. أنا هنا إيش عملت له؟ عملت له limit إنه 2 grams، لو كان 3 grams فبصير إنه بطبق هذا الإشي يعني بهذا الشكل. والاستيميشن هو عبارة عن إنه بعمل يعني بي دبليو 2 given دبليو 1 بعمل count لا واحد واثنين قديش مرة اجوا مع بعض على الكاونت تبع الواحد، تمام. طبعا هذا مثال لتري جرامز، شفنا انه ببساطة شديدة جدا انه انا في عندي هنا بايجرامز، هذا تري جرام بس انا عندي حسبت البايجرام هذا قديش الفريكوانسي تبعه 1748، و انه ذا جرين بيبر انه هذه تكون بعد انه ذا جرين انه الكاونت تبعها 801 والبروبابيلتي انه تحسب انه هذا تقسيم هذا بهذا الشكل، وهذا الكلام هي مذكور هنا 123 تقسيم 255 تطلع انا عندي البروبابيلتي. وحكينا انه اللانجويج موديل كيف ممكن ان احنا نقيم انه هو قديش جود، ممكن نستخدم الكروس انتروبي والمعادله تبعتها هيها بهذا الشكل. فبالتالي انا بدخل اللوج، انا عندي في الموضوع 1 على ان لوج بي دبليو 1 لان، تمام. بيربلكسيتي هي عباره عن مقياس اخر لقديش انه اللانجويج موديل للكواليتي تبعت اللانجويج موديل، وهي عباره عن 2 مرفوعه على القوى تبعت الانتروبي، تمام. هذا مثال انا عندي في التري جرام، إيه انا محسوب انا عندي هنا محسوب انا عندي البروبابيليتي تبعت الكلمه، وانا محسوب هنا انا عندي الكروس انتروبي. فلاحظوا انه انا للجمله هذه كلها كيف بحسب للجمله، بحسب انا عندي الافريج تبع كل البريدكشنز، انا عندي لل 3 جرامز اللي في الجمله كلها.
ولو عندي تيست بارت في الكوربس بروح باخد بحسب البريبلكسيتي لكل جملة لحال، وبعدين بحسب الافريج اللي هو عبارة عن مجموع الانتروبي لإلهم كلهم تقسيم عدد الجمل. تمام؟ الانتروبي كنا لما شفنا لما بقل العدد يعني الرقم بيكون الموديل احسن، لكن الثاني بيربلكسيتي لا بس هو تان اوس، فالمفروض انه اذا زاد العدد يعني تان اوس القوة هي القيمة بتزيد، لكن نفس المعيار انه كل ما قل بيكون احسن. انا انا بفكر اعرف انه اللوج بيقلل القيمة بس الاوس بزيد. هي اوكي بس المقارنة بين الارقام يعني هي قلت نفس الشيء. قصدك انت لانها لنفس الانتروبي صح؟ يعني اثنين اوس كمان صح كلام انه قيمة الانتروبي نفسها صغيرة. صحيح. ايش افضل موديل؟ يونيغرام ولا بايغرام ولا تري جرام ولا فور جرام؟ المقياس هو اللي بيحدد لي. تمام؟ بروح بحسب انه زي ما حسبنا، يعني هاي الحسابات لليونيغرام، هذه الحسابات للبايغرام، للتري جرام، لكل جمله بالطريقه هذه اللي احنا عملناها هنا. تمام؟ هنا بس حط الرقم النتيجه بشكل مباشر. ايش بروح بحسب؟ الافرج لكل واحده. تمام؟ وبروح بحسب البربلكسيتي. بربلكسيتي هذا انتروبي. هذه الاتش. تمام؟ فبلاحظ انه هنا انا عندي اليونيغرام ال 256، هذه 16، هذه 6، بتقل، معنى ذلك انه كل ما زودت الاوردر بيكون افضل. كيف؟ صحيح، في الغالب هو البربلكسيتي. تمام؟ لا، هو يعني انا حسبت البربلكسيتي، معنى ذلك انه انا لازم احسب الانتروبي. طيب حكيت انا لو بدي احسب الاف سكور بحتاج للبريسيجن والريكول صح؟ تمام؟ يعني هل بقدر ان اقول انه انا ممكن انا يعني اعتمد فقط على الاف سكور وخلاص ما اطلعش على البريسيجن والريكول؟ ما هو يعني ما هو معادلة الاف سكور بتعتمد بالضبط، يعني موجودة البريسيجن والريكول موجودة هناك، وهذه نفس الفكرة. انا عندي البربلكسيتي هي عبارة عن 2 مرفوعة على القوة تبعت الانتروبي، يعني بس البريسيجن والريكول في واحدة عدد الاجابات الصحيحة اللي اعطاني اياها الموديل مقارنة باللي المفروض يكون صحيح، وواحدة مقارنة بالنتيجة الفاينل. يعني المعنى مختلف، فشيء طبيعي يكون الأفضل مش عارف يعتمد على الاثنين. بس هنا لا، اللي أنا بقصده يعني هل ممكن أنا أستغني على البريسيجن والريكول مع الاثنين مع بعض؟ إنه أنا لحال أوكي، معنى تبعهم مختلف، بس أنا بقصد إنه الأف سكور بيغني عن البريسيجن والريكول، بس هل انا ممكن انا اطلع يعني خلص انه اعمل دروب للبريسيجن والريكول؟ يعني بس الفكره في الموضوع عشان انا احسب الاف سكور بحتاج للبريسيجن والريكول، لازم احسبه. وهنا نفس الفكره ببساطه، انه البربلكسيتي عشان انه انا احسبها محتاج انه احسب الانتروبي. هذا السكيل تبعها مختلف عن هذا فقط.
بس هي الفكرة في الموضوع. صحيح. حكيت أنا هنا لما رفعت لاحظوا إنه أنا بصير الفرق واضح، يعني هنا أنا عندي 8 4 2 2، لكن هنا أنا عندي 256 16 6 4 زي هيك، فبس إنه السكيل تبع النتيجة إنه هي بيختلف. طيب نرجع للسؤال إنه مين أفضل أنجرام موديل؟ هو حسب ما شفنا هو شرح انه كان الفور لانه بيعتمد على الكونتكست تبع السياق تبع الشبه، انه يعني انا كان زودت هذا السياق كل ما عبر بطريقه اكثر. ماشي، لكن الفكرة في الموضوع يعني طب معنى ذلك، معنى ذلك انه يعني الخمسة حيكون افضل من الاربعة والستة مش شرط حسب الجمله نفسها او الورقه ممكن، ولا هي دائما حتكون افضل، دائما حتكون، بس الفكرة في الموضوع انه الفرق، يعني هنا مثلا على سبيل المثال انه 4.75 ال 5 جرام حتكون 4 بوينت مثلا 50، فبالتالي الفرق بينها وبين هذه النتيجة مش كتير. الباركوب انا لما ابني لانجويج موديل تمام بدي اختار الاوردر تبع اللانجويج موديل، فالان انا ابني يعني انا اذا اخترت مثلا اربعه حيكون انه مضمن فيه انه التري جرامز والبايجرامز واليونيجرامز، لانه عشان انا احسب هذا لازم انه يكون انه هدول موجود اوريدي كومبيوتد، بس السؤال مش هنا، يعني انه هل انا مثلا ابني موديل 4 جرام ولا ابني موديل 7 جرامز، مين افضل هذا ولا هذا، فبتطلع على نتائج البربلكسيتي اللي انا بدي اوصله انه بعد حد معين حلاقي انه في تحسين بس التحسين لا يذكر بالضبط. تمام طيب يعني هذا بس بشكل سريع عشان نتذكر اللي احنا اخذناه سريعا يعني من قبل اسبوعين. الكاونت سموثينج، مفهوم السموثينج هنا عندي في اللانجوج موديل انه انا في عندي مشاكل في الكاونت والمشاكل هذه بدي احاول انه احلها. كيف بدي احلها؟ بالتنعيم، بالسموثينج. أول مشكلة، مشكلة الأنسين أنجرامز، إنه أنا عندي في التيست كوربوس إنه بيمر عندي أنجرام ملوش بروبابيليتي، يعني على سبيل المثال إنه I like to موجودة في الكوربوس تبعي، ولكن إنه I like to smooth هذا إنه never seen، فبالتالي البروبابيليتي تبعته انه السموث جيفن انه اي لايك تو زيرو. هذا بيؤدي انه كل البروبابيليتي تبعت الترم هذا كلها تتصفر، مش هي عباره عن حاصل ضرب هنا، يعني هنا في المثال تبع البايجرام ايوه هذا عباره عن حاصل ضرب، هذا الترم كله حيتصفر بسبب انه اجاني انجرام مش موجود عندي مالوش probability، يعني probability تبعته زيرو. تمام، شو الحل؟ الحل انه اول طريقة تنعيم انه بنضيف 1 للكل، طبعا عشان ما يكونش في عندي bias انه انا بدي انه انا ازود كل الاصفار والتانيين، لا بزود الكاونتس كلها بواحد. تمام، فبالتالي انه for all possible anagrams كلها بزودها انه الكاونت تبعها بواحد زي هيك. تمام، فبالتالي انا عندي سي هي عباره عن الكاونت تبع الانجرام في الكوربوس، والان هي عباره عن الهيستوري، والفي هي عباره عن الفوكابلري سايز. ايش الفوكابلري؟
عدد الكلمات، عدد المفردات الكلمات ولا عدد المفردات؟ مش بتتكرر، إيش الفرق بين الكلمات الكلمات والمفردات؟ حكينا انه الكلمات ممكن كلمه تكون متكرره ما لها ساوند عدد، اما المفردات انه الكلمه من غير تكرار. بالضبط، إنه يعني أنا بحط الكلمات، يعني بعمل ليست لكل الكلمات بدون أي تكرار يعني، تمام؟ فبالتالي عدد الكلمات هدول يعني ممكن تكون كوربوس، أنا عندي مكونة من مليون كلمة، تمام؟ لكن عدد الكلمات المستخدمة في الكوربوس هذه 100 ألف بهذا الشكل. شو المشكلة تبعت هذا الأسلوب؟ إنه في عندي كتير من الأنسين أنجرام أكتر من السين، الأنسين أكتر من السين، يعني لو بنينا بايجرام موديل من اليورو بارل، فأنا عندي 86 ألف distinct word، تمام؟ فبدي احسب البوسيبل بايجرام، فبتكون انا عندي 86 الف مرفوع على القوة 2، بيطلع انا عندي حوالي 7 مليار و500 516 مليون بوسيبل بايجرام. قديش منهم موجود في الكوربوس اوريدي بالفعل؟ 30 مليون من 7 مليار و500 ألف و500 مليون عفوا، تمام؟ مش احنا تو اخذنا من الهيستوري حسب مثلا لو 2 جرام بتصير معك 3 جرام صحيح. فهان بهذا القانون الكاونت اوف هيستوري نعم بناء على لازم اقول انا محدد على كم الجرام صح اللي بدي اسرع يعني. صحيح طبعا، يعني انه هنا ان جرام موديل يعني يعني حكون محدد انا 4 حال بالضبط. هو الهيستوري صحيح هذا كاونت في الكوربوس كلها، وهذا كاونت في الهيستوري بس. حقيت هذا مش كاونت، هذا هو عبارة عن الأن نفسها اللي هي يعني هنا لو كان أنا عندي 2 جرام فبالتالي هذه حتكون 2، يعني عادة إنه الفوكابلري سايز إنه زائد 2 صحيح، تمام؟ يبقى أخذنا الطريقة الأولى اختصارا يعني الملخص إنه الطريقة الأولى أدوان سموثينج، تمام؟ ايش المشكلة الأساسية تبعتها؟ إنه الأنسين بيكون أكثر من السين، وشفنا هذا الكلام بأرقام. ايش بدي أسوي؟ بدي أشوف طريقة تنعيم مختلفة، اللي هي بدل ما أضيف واحد بروح بضيف ألفا. والألفا هذه عادة بتكون يعني قيمة أقل من واحد لكل كاونت. بروح بضيفها للكل. يبقى هذه الألفا بروح بضيفها للكل. تمام؟ فبالتالي حتكون إنه الكاونت الأصلي زائد ألفا على ان زائد الفا في في، تمام؟ والسؤال هنا ايش افضل قيمه للالفا؟ ترايل اند ايرور، يعني بروح ببني لانجويج موديل مثلا الالفا بوينت 3 بشوف قديش البربلكسيتي، ببني لانجويج موديل ثاني بوينت 5 بشوف البربلكسيتي وهكذا. بس الجزئية
في تشويش على حاجات. انا بدي اعرف ايش افضل قيمه لالفا، كيف بدي اعرفها؟ بتريال اند ايرور، يعني بدي اجرب اكثر من لانجويج موديل، ببني ثلاث اربع لانجويج موديل، واحد مثلا الفا بوينت 3 والثاني بوينت 5 والثالث بوينت 6 مثلا، وبروح كيف بدي اقيمهم؟ بالمقياس تبع البربلكسيتي، بقسم الداتا انا عندي لترين وتست، وعلى هذا الاساس انه بقدر انه انا احدد انه ايش افضل قيمه للالفا. تمام، هنا انه خلاص معروف انه انا بدي اضيف واحد، لكن هنا بدي اضيف الفا، الالفا انه الرينج تبعها انه لازم تكون اقل من الواحد، ف could be optimized on the health out data set. زي ما حكيت انه بقسم الداتا عندي لترين وتست. تمام، بس يعني بقسمها لثلاثة بارتس مش تو بارت. ترين وفاليديشن وتست. تمام، لانه اذا انا عملت حددت انه ايش افضل قيمه للالفا على التست بارت، هذا يعتبر غش. تمام، ايش هي؟ حاجات انا بدي احدد إذا حكيت أنا في الكيانان الكي نيرست نيبر، مش في أنا عندي باراميتر في الألغوريثم إنه أنا بدي أحدد الكي. تمام، ويفترض إنه أختارها رقم فردي 1 3 5 7، إيش أفضل قيمة؟ بجرب على وين؟ إذا جربت على التيست يعتبر غش. ليش؟ لأنه الموديل اطلع على كيف الأسئلة إنه هو حتيجي له، على هذا الأساس راح ظبط قيمة الكي. يفترض إنه أنا أظبط قيمة الكي على جزء باخده من الترين، تمام؟ وفي الامتحان خلاص بروح يعني بثبت قديش إنه الموديل هذا يعني ريالابل، أو قديش إنه موثوق فعلا انه القيمه هذه تبعت الكي كانت فعاله وجابت لي انه اكيورسي كثير كويسه. فهي مفهوم الغش، يعني انه احنا عاده لو بدي اعمل باراميتر تيونينج، انه بدي اختار الباراميترز بختارها على جزء من الترين بسميه فاليديشن مش على التست داتا. تمام؟ طب مش هي بتكون من نفس الداتا يعني ده ثلاث اقسام ثلاث اشياء؟ صحيح. طب ليش احنا لما كنا مثلا الماشين ليرنينج وديب ليرنينج كنا نعتبر ان التست هي الفاليديشن بحيث ان هي ما دخلتش في التريننج؟ احنا كنا كنت تعتبري انه التست هي الفاليديشن؟ ما دخلتهاش في التريننج موديل. طيب، ونحط بقى على التست هيك كنا نشتغل الايفالويشن. يعني هل انت محتاجه انه انت تعملي تيونينج لباراميتر معين في الالجوريثم، ولا بس مجرد انه ترين ترين ترين؟ في الديب ليرنينج انت في عندك يعني يفترض انه المكتبه تروح تقسم لك الايرورز للتريننج ايرور وفاليديشن ايرور. تمام، فاذا كان انه تريننج ايرور معنى ذلك انه البيانات مش مقسمه، لكن اذا يعني هو يعني في عاده انه في التنسر فلو لو انا بمرر للترين داتا هو لحاله بروح باي ديفولت انه باخذ 0.7 للفاليديشن، والفاليديشن هو على اساسه بيعمل اوبتمايز للويت. هيك خلص احنا شغالين صح، مش لانه هي هو اوريدي اصلا. لا بحكي جد انا والله، انا هو اصلا بيطلع لي الفاليديشن ايرور يعني او انا بحكي، انا بفترض انه الوصفه اللي يعني انه الامور فيها تمام انه باي ديفولت انه بيعمل كذا، بس بدك تتاكدي من هذا الكلام. يعني انا بحكيش انه بالمطلق انه احنا ما كناش نغش، يعني انا بحكي انه بدك تتاكدي من الوصفه انه المكتبه اللي انت بتستخدميها او الوصفه اللي انت بتستخدميها انه فعلا بيروح بياخذ مثلا 70% من 30% من الترين بعمل فاليديشن عليها هيك. تمام تمام. تمام، بتقول هنا البي probability. اوكي،
بنعمها، ولو بعملها قالوا لي سموثي. اسمه نيكو نوتيلا زي بعض، لان انا لقيت من الاولى كانت فقط بنضيف يعني انفورميشن يعني على البراند اللي كانت فيه موجوده، بس الواضح انه لا احنا نسب هاي المعادله سواء البلس 1 او صحيح صحيح. وايش الهدف من التنعيم؟ عشان نحل مشاكل في معينه في اللانجوج موديل، انه تصفيق. غير هيك انه احنا بدنا نحسن اداء اللانجوج موديل. طيب بدنا طريقه ثالثه اسمها طريقه التست كاونت، التي سي. يبقى انا عندي هنا الاد 1 هيا في السلايد اللي وراها، وفي عندي الالفا، وفي عندي التست كاونت. ايش فكره التست كاونت؟ انه انا بدي اجيب ايش هو يعني الكاونت الصحيح. ناخذ مثال، في عندي في البايا يعني انه عندي البايجرام هذا الريد سيركل، قديش الفريكوانسي تبعه؟ 30 مليون، عفوا التكرار تبعه في 30 مليون كلمة، في كوربوس مكونة من 30 مليون كلمة فقط واحد، فبالتالي الكاونت تبعه قديش؟ واحد على 30 مليون، صح؟ إذا كان عندي بايوجرام التكرار تبعه كان واحد من 30 مليون في الريال لايف، قديش بتوقع انه ممكن يكون؟ تمام. فايش بدي اروح اسوي؟ الواحد هذا بدي اعادله. كيف بدي اعادله؟ لا خلينا نستحضر السياق كمان مره. السياق هو انه احنا شفنا انه الكاونت اللي زيرو بايش على جناحها؟ طريقتين بالضبط. هجيت نيجي للكاونت واحد بده ينعمها. الكاونت واحد مش مشكله في الاد 1 ومش مشكله في الالفا، تحسب بتحسب، لكن الانجرام اللي الكاونت تبعها واحد موجود انا عندي في اللانجوج موديل بس مش كتير مفيده، فايش بدي اسوي؟ القيمه تبعتها بدي انا اعينها. واضح احنا وين ماشيين؟ تمام. طيب كيف بدي احدد انه هدول الانجرامز اللي الكاونت تبعهم واحد بدي انا اعين هذا الرقم؟ صح صحيحين معايا؟ تمام. ايش بروح بسوي؟ بروح بجيب كل البايوجرامز اللي الاكورنس تبعهم 1، جبتهم كلستة، ريد سيركل، فاني إليفانت إلى آخره. تمام؟ هجيت السايز تبع هذه الليستة بسميه N1، بسجل السايز تبع هذه الست واحد اللي هي N1 بسميها. تمام؟ بعدين إيش بروح بسوي؟ بجيب كوربوس تانية مكونة من نفس السايز 30 مليون، كوربوس الأولانية هيها 30 مليون، بجيب كوربوس تانية مختلفة تماما برضو 30 مليون. إيش بعمل فيها؟ بروح لكل بايوجرام موجود أنا عندي في الست هذه، إيش بدي أسوي؟ بدي أروح أحسب الكاونت. بروح بجيب الريد سيركل بحسب في الكوربوس الجديدة قديش عددها، حلاقي إنه الأغلب نيفر، التكرار تبعها زيرو، لأنه زي ما السؤال في الأول إذا كان عندي أنجرام التكرار تبعه واحد في الريال لايف قديش حيكون؟ زيرو. تمام؟ فحلاقي الأغلب زيرو، البعض واحد، القلة القليلة حتكون يا إما اثنين أو ثلاث مرات. تمام؟ حكيت إحنا مش جبنا الليستة تبعت كل البايجرامز اللي تكررت مره واحده، مش ضروري بايجرامز حسب اللانجوج موديل تبعي، ممكن تكون 3 جرامز، المهم الانجرام تبعي اللي تكررت مره واحده. تمام؟ عقيت هدول قديش عددهم؟ بعمل
ان واحد، تمام؟ سجلت عددهم ان واحد، بعدين بروح بجيب كمان 30 مليون، بجيب كمان كوربوس مكونا من 30 مليون كلمه، كوربوس ثانيه، كوربوس جديده كليا، ممكن تكون الكلمات موجوده او مش موجوده، المهم انه تكون كوربوس ثانيه، بس ايش الشرط تبعها؟ لازم تكون 30 مليون، نفس الكوربوس الاولى. بعدين لكل انجرام كان التكرار تبعه واحد في الكوربوس الاولى، بدي اعيد تكراره في الكوربوس الثانيه، ايش الاوبزرفيشن حتكون؟ المعظم زيرو، القله البعض واحد، والقله القليله حتكون يا يعني اما اثنين او ثلاثه. حقيت هدول الكاونتس بروح بسجلهم بهذا الشكل، زيرو زائد زيرو، هذا الكاونت تبع الريد سيركل زيرو، الفاني اليفنت زيرو، البايوجرام اللي بعده كان واحد، ورجعنا هنا كمان زيرو كمان مره، بلاقي انه المعظم كله زيرو، تمام؟ حلاقي القلة القليلة انه اثنين او واحد، تمام؟ بجمعهم كلهم، تمام؟ وبعدين بروح بقسم على ان واحد. صحيح. حيطلع عندي هنا رقم بروح بقسمه على ان واحد، وهذا حيكون هو عبارة عن التي سي ديسكاونت. ليش تيسكاونت؟ لأنه أنا عملت تيست على كوربوس تاني. ما هو أنا بدي أشوف الكاونت تبعهم في الريال لايف، يعني هو أصلاً تكراره نادر جداً في الكوربوس. عندنا حنشوف بعد هيك عشان أنا أصغر السايز تبع اللانجويج موديل، هدول كلهم بعملهم ديسكارد، بس هنا بعملهم سموثينج، تمام؟ فكيف بعملهم سموثينج؟ منهم انه انا بستبعده بالمره خلص، يعني بكون الكاونت تبعه انه يعني انه يعني التي بالضبط التي سي انه بيكون انه يعني هاي القيمه تبعته زي هيك، انه هو عباره عن المجموع هذا على ان واحد. لو انا بدي استخدم الكاونت تبعه الاصلي في الكوربوس ايش حيكون؟ 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1، فبالتالي هنا بيطلع زي كانه ان واحد على ان واحد. فلو سألتكم الآن إنه هذا الرقم حيكون أكبر من واحد ولا أصغر من واحد؟ أصغر من واحد. ليش؟ لأنه حكينا إنه المعظم أصفار والقلة القليلة فقط إنه وحايد واثنين وثلاثة، تمام؟ ليه؟ في الكوربس الأولى حتكون إنه أن واحد على أن واحد، صح؟ تمام، خلاص؟ نشوف مثال. لاحظوا إنه هنا الكاونت، الكاونت 0 1 2 3، لاحظوا إنه التنعيم هذا أنا بطبقه على كل الكاونتس، تمام؟ طبعا هذا مثال ل 2 جرام مودلز، يعني هنا بلاحظ انه انا عندي الكاونت الاصلي كان 0، في الاد 1 تم تنعيمه عشان ما يتصفرش كل الترم، انا عندي صار 0.00378. في الاد الفا قديش صار؟ ثلاث اصفار بعد الفاصله 16. في التست نفس الشيء. هنا الواحد بلاحظ انه هنا كان التنعيم تبعه هنا، لانه هذا انا طبقت الكاونت على الكل، فبالتالي البروبابيلتي تغيرت صار 0.75 هنا صار انا عندي بالالفا 0.9، قل من واحد اتنعم. لاحظوا انه التنعيم دائما بقلل البروبابيلتي، البروبابيلتي، تمام؟ فهنا كان واحد اتنعم صار 0.9. الزيرو التنعيم تبعه ايش؟ بزوده شوي، والواحد بقلله شوي، تمام؟
الواحد والاثنين والثلاثة انه كله بتنعم انه بقل، بس الزيرو حالة خاصة انه بتزود شوي عشان ما يتصفرش كل الترم. انا عندي هنا بوينت 4 وهكذا، هنا انه 0 11، هنا 1 بوينت 91 تمام، وهنا 1.39 تمام. لاحظوا انا بقول انه هذا كاونت، الكاونت هذا قل. هنا 2 2 صار 1.9 تنعم، هنا 1.3 قل، هاي الفكره تمام. وهكذا خلاص واضح، شفنا المثال لثلاث حالات، هذا adjusted count وهذا test count، انه شفنا كيف انه بينحسب تمام الامور لغايه الان. طبعا هنا بقول لي انه النتائج هذه كانت انه الالفا هاي قيمتها خلاص واضح. يعني اوبتمايزد، لانه انا لما بدي اجرب شغلات تانية عاده بثبت الالفا، يعني بثبت كل يعني بثبت كل البارامترز التانية. انا مش موضوعي قديش قيمه الالفا بقدر ما انه انا بدي اقارن الاد 1 مع الاد الفا مع الديسكاونت تمام. واضحة الأمور لغاية الآن؟ طيب حكيت عادة احنا كيف نحسب الكاونت؟ وين؟ في أي جزء في الكوربوس؟ في الترين تمام. الطريقه هذه ديليتد استيميشن ايش بسوي؟ بروح بعمل استيميشن للترو كاونتس وين على الهيلد اوت داتا اللي هي الفاليديشن مش التست تمام. طريقه ثانيه لحساب الكاونت صحيح من خلال الفاليديشن، بتطلعش على التريننج بتطلع على الفاليديشن. طيب بعرف الكاونت في التريننج سي تي هاي تمام، وبعرف الانجرام عدد الانجرامز اللي لهم تريننج كاونت اللي هو ار. هذا عباره عن عدد الانجرامات اللي هو ان ار، اللي هي الانجرامات عدد الانجرامات اللي لها كاونت في التريننج تمام. تمام ايش بدي احسب؟ بدي احسب عدد المرات تبعت ال 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 بدي احسب بدي أ... بدي يعني انا عندي هنا انه هذه التي ار هي عبارة عن ال ال الكاونت انا عندي في التست داتا او في الهيلد اوت داتا تمام. فالبروبابيليتي هي عبارة عن التي ار على الان ار ضرب الان تمام. كيف؟ الان هي السايز تبع الكوربس نعم. يبقى البي اتش هي probability estimation تبع الهيلد اوت لسيكونس من الوورد انه بيتم حسابه باستخدام هذه المعادله، مش بالمعادله الاعتياديه انه انا باجي بقول انه والله عدد تكرار انه مثلا انه الكاونت تبع دبليو 1 ودبليو 2 قديش مره اجوا مع بعض على
دبليو واحد بهذا الشكل، لا مش مش كاونت بهذا الشكل، لا انه بيتم حسابها باستخدام هذه المعادلة. تمام. طبعا هذا deleted estimation انه بيتم استخدامها في الجود تيورينج سموثينج. في الجود تيورينج سموثينج ايش بدي اشتغل؟ بدي اشتغل على الاكشوال، بدي اعمل ادجست للاكشوال كاونتس الار واخليها اكسبكتد ار ستار. خذ المواضيع ببساطة. ايش ال... انا في عندي انا في عندي انا في عندي البي اتش، تمام. البي اتش هذه شفنا كيف بدنا نحسبها، انه انا بدي اعمل الكاونت عن طريقه جديده في الكاونت، انه انا بدي اعمل الكاونت على الهيلت اوت داتا، تمام. بدنا ناخذ يعني هذه الطريقه اللي هي ديليتد استيميشن، وبدنا نعمل طريقه جديده في السموثنج اسمها جود تيورينج، حنشوف كيف بيتم استخدامها. احنا بنشتغلش على الاكشوال ار، ناخذ ادجستد ار. عرفنا ايش هي الـ R؟ عدد لا لا هذيك الـ NR. الـ NR الـ NR هي عدد الـ N-جرامات في الـ Training Count، تمام. أما الـ R نفسها هي عبارة عن الـ Total N-gram of Training Count R seen in the held out data TR، تمام. كمان مرة، الـ R هي عبارة عن عدد الجرامات، الـ NR هي عدد الجرامات اللي موجودة في الـ Training Data وإلها Count، الـ R هي عدد الجرامات اللي إلها Count في الـ Held Out Data، تمام؟ الـ Held Out Data اسمها TR، تمام. تمام. اما الجرامات اللي لها كاونت في الهيلث اوت داتا بنسميها ار. حقيقة انا بديش اشتغل على الار، بدي اشتغل على الاكسبكتد ار، ار ستار. ايش المعادله تبعتها؟ هاي الار ستار بتساوي الار الاصليه زائد واحد ضرب ار اللي هي الان ار زائد واحد على الان ار، تمام. خلصنا؟ حكيت احنا مش نحكي في موضوع التنعيم. موضوع التنعيم ببساطة شديدة هو عبارة عن تعديل للكاونت. فممكن انا ابني يعني لانجوج موديل، انت يعني اكيد حتشوفه في التول اللي انا حطيتكم اياه تبعت الاستاتستيكال ماشين ترانسليشن. في عندك تول لبناء اللانجوج موديل، بروح ببني اللانجوج موديل ببرر له اكثر من باراميتر. البارامتر الاول بقول له قديش الاوردر تبع اللانجوج موديل، بدي اياه 4 3 5، تمام. هذا بارامتر منفصل. البارامتر الثاني انه بدي اعمل سموثينج ولا لا. اوكي ماشي، بدي اعمل سموثينج، شو الطريقه؟ اد 1 ولا اد الفا ولا تيست كاونت ولا جود تيورينج؟ بس خلاص وضحت ببساطه. طيب حاجات هذه الجي تي، عفوا لا مش هاي الجي تي، حاجات هذه الار، تمام. هذه الان ار كسايز وهذه الادجستد ار،
تمام، وهذه التست كاونت اللي هي التي سي اللي شفناها في الطريقة اللي قبليها. تمام، طيب هنا الـ NR هو عبارة عن عدد الجرامات. هنا أنا عندي حوالي 7 مليار، تمام، هنا مليون، هنا 263 ألف، وهكذا. تمام، كل ما زاد أنا عندي الكاونت، أنا عندي بتقل إنه السايز تبع، كل ما زاد أنا عندي الجرامات إنه بتقل السايز تبع الكاونت. بلاحظ هنا إنه الكاونت هنا لما كان 1 صار له تنعيم، صار 0.46، هنا 46 539، هنا 46 235، شوية مختلفين عن بعض. هنا 1.4، هنا 1.39، هنا 2.38، هنا 34. ف adjustment للكاونت، تمام، انه بقارن انه الار ستار مع التي سي. تمام، بس ورجيني انه النتائج للجود تيورينج لل 2 جرام في اليورو بارل. دكتور انت بيكون عدد الكام صفر؟ مش متخيله كيف يعني انه بيكون عدد الكام. هو احنا قلنا تو عدد الاني جرام في الكوربس الكام. انت بتحكي على الار ولا الانت؟ الار انت بتكون صفر، يعني هو لازم يكون في عندي اني جرام. اذا انا بسمع اني جرام صح انت بتكون صفر، كل كلمه لحال يعني هيك بالضبط الجرام. لا لا لا، مش كل كلمة لحال، يعني إنه هنا total times هو عبارة عن تكرارات. تكرار الـ anagrams اللي في الـ training data واللي موجودة في الـ في الـ في الـ health out. صحيح، هذا تكرار جديد اللي هو الـ R. فريد يعني. صحيح، هذا التكرار زيرو. تمام، هذا التكرار 1 2 3 وهكذا. تمام، طيب لغاية الآن كم طريقة تنعيم أخذنا؟ أربع طرق تنعيم. تمام، اللي هما إيش؟ اد 1 الفا والتي سي والجود تيورينج. طيب ناخذ الباك اوف والانتربوليشن. اوكي،